دونك السلام عليكم متابعين قناه نهار، صحة عيدكم. الوغ معكم سمير بن عيسى. اليوم حبيت نتكلم على يعني العادات اللي اكتسبناها في رمضان. بالطبع اغلب الناس تجيهم يعني الحميه الغذائيه ولا اتباع نظام غذائي صحي في رمضان، ما حش نقولوا حميه حيت يجيهم صعيب. علاش يجيهم صعيب؟ باسكو الانسان في حد ذاته في رمضان يعني ما يكونش الاز في لو كوتيديان تاعو، سي توتا في نورمال. رمضان نحسوا بالفشله سورتو الايامات الاخرين. ابخي الانسان كي يجو لا جورني ولا عيان، عنده سوغ لو بلون ايموسيونيل عنده حاجه سي كو يتشهى ويحب ياكل مور المغرب. كاين ناس بزاف اليوم يشوفوا فيها يقولوا باللي ملي بدا البرومي جور تاع رمضان ونقول انا غدوه نسقم ماكلتي غدوه نسقم ماكلتي، مي لونفيرونمون اي لومبيونس ما خلاتوش. ما هو البرنامج الرياضي والغذائي الذي يجب اتباعه لاسترجاع اللياقه البدنيه؟ دونك لا بروميير دي شوز لازم نخمو نعاودو نريغليو لو سومي ديالنا، النوم ديالنا. سافا تاتر ديفيسيل لا بروميير سومين، مي اون دوا سو فورسي باش نرقدو على 11:30 ماكسيموم 12، باش غدوه نوضو على 8 ويكون عندنا التوازن الغذائي والحميات يعني والحميه الغذائيه اللي نتبعوها. دونك دوكو هنا لازم اول شيء الانسان يبدا باسكو يلي لازم يرقد بيان، ما يكثرش من الحلويات سورتو الاسبوع هذا. هنا الانسان لازم يعاود يولي لا لوجيك. والعيد لو بروميير جور ما فيها باس، اون بو مونجي دون مانيير ريزونابل، مي ا بارتير دو دوزيام جور نعاودو نيكيليبريو لي روبا تاعنا. عندنا لو بتي ديجني ديالنا، لو ديجوني، لا كولاسيون اي لو ديني، ندخلو البروتينات، نعاودو نرجعو للاكل الصحي اللي حبسنا في رمضان، نعاودو نديرو اون بتيت بريباراسيون فيزيك ونعاودو نخدمو شويه على الكاليتي تاعنا. اي اون كومونس بار ان بروغرام فول بودي، ابخي ندخلو في الكارديو، ندخلو في الرونفورسمون. ابخي سا ديبون لا ناتور تاع لاكتيفيتي فيزيك، لكن الانسان ما حبسش كاع يتك يبقى في هذاك المنوال 4 فوا باغ سومين. لا ديوري تاع لا سيونس سي 1 اور. التدريبات ديالكم تقدروا تربرونيوهم الصباح، اللي يحبوا يطرينيو الصباح تقدروا تربرونيوهم قبل العشاء تاعكم، زوج سوايع قبل العشاء. لا كنا دي براتيك وما حبسناش في رمضان، دونك اون ريست توجور سور 4 5 فوا باغ سومين. اي فوالا هذوما كانوا نصائح ديالي، ونقول لكم اونكور اون فوا صحه عيدكم ونشوفكم ان شاء الله في محطات مقبله. السلام عليكم.